طيب صوفيا، خليني اقرا لك برضو شويه رسائل من اللي جات لنا. في حلم من نور بتقول: حلمت ان استاذ فتوح بيقرا لي قران وصوته جميل وكانه بيحبني، وفي واحده قالت له هدخلك مسابقه قراءات قران، وده واحد بيجي الشغل يخلص حاجات، هو كبير وما فيش علاقه اصلا، وتقول ان هي متزوجه ومعاها بنتين وولد. ابشري. بصي، سماع الصوت الحسن من كلام الله تعالى فهو رساله موجهه ليكي من الله. يعني ايه؟ يعني بشرى ساره. ليه بقى؟ لاني بيقول لك اذا اردت ان تكلم الله فاقرا فصلي، واذا اردت ان يكلمك الله فاقرا القران. فهي بما انها سمعت التلاوه فده ان شاء الله باذن الله تعالى اخبار سعيده داخله عليكي، خصوصا ان هو في عملها، فهو الاخبار دي تخص الشغل. العمل. واسمه فتوح. فهو جايه من الفتح والرزق والوسع في المعيشه، فابشري. حلو جدا.